الموسم الثاني لمسابقة ست النكهات. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. اليوم معنا المتسابقة هدى أبو شافع. مرحبا هدى. أهلا مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله. هدى شو طبختي لنا اليوم وشو مستخدمة من المنتجات؟ اليوم بدي أعمل إن شاء الله دجاجة بدي أحشيها بورق العنب. شو مدخلة من المنتجات؟ استخدمت المنتجين، خلطة المشويات، خلطة المشويات مشان الدجاج وخلطة التتبيلة مشان الرز والبهارات. تمام. إن شاء الله واللحمة. يلا كيف رح نبلش هدى؟ إن شاء الله عندي الرز منقوع. هلا هذا نسبة الأرز للدجاج ولا ما في؟ والله لا، من تقديري لأني أنا بدي أعمل ورق دوالي، وطبعا ست البيت بتحط حسب الكمية اللي حسب عندي. حسب الكمية. عندنا الملح، عندي قرفة، بهارات مشكلة، وضروري يكون الهيل، وعندي البهارات تبعت المرقة الفورية. شوية زيت وبنخلطها. تفرجينا طريقة لف الورق. طبعا حسب الكمية اللي أنا بدي إياها. إذا بتحبي هلا إنه تبلي الدجاج. شوية زيت، برضه شوية ملح، شوية ملح والهيل ضروري والبهارات والقرفة. أهم شيء البهارات هذه إن شاء الله. بدي أدهن الدجاجة كلها كاملة. ورق أطغار. برافو. عشان الزنخة؟ مشان الزنخة. بدي أصفت ورق العنب. هاي صينية الفرن. هاي صينية الفرن. هاي كيس الفرن. هو أسهل لإلي إني أدخلها بالأول بالكيس. بعدين تحشيها. وبعدين أحشيها. قد ايه بتحطيهم بالفرن هدى؟ قد ايه بتدخليهم؟ والله بدهم تقريبا زي ساعة ونص. ساعة ونص. وعلى حرارة قد ايه؟ على حرارة أول شيء بخليه على 200 وبعدين بوطي الحرارة. تمام. يعني 170. هذا عصير ليمون. أنا بحط لها كاسة كوب. شكرك على الوصفة الحلوة. يلا يسعدك يا ربي. إذا حبيتوا وصفة هدى أبو شافع بتمنى إنكم تدخلوا على موقع كنور أريبيا وتصوتوا لها.